فرنسا عايزة ايه؟ ببساطة كده وبوضوح، في حرب بين روسيا واوكرانيا، فرنسا مش بتمد اوكرانيا بس بالسلاح، دي بتبعت مدربين وكلام كمان عن ان ممكن تبعت قوات، ويعني نقول لغة نخشى منها. من باريس معي السيد عبد الغني العيادي، المستشار السياسي السابق في البرلمان الاوروبي، ويستمر معنا في الاستوديو سياده اللواء الدكتور سيد غنيم. ابدا من باريس واسال حضرتك يا فندم، ايه اللي عايزاه فرنسا من روسيا في هذه الحرب؟ تفضل. تحياتي استاذي، وشكرا لكم على الاستضافه. سعيد ان اكون محاوركم اليوم لأصحح بعض المعطيات، لأن فرنسا كأي دولة عظيمة لا تريد إلا السلام، ولا تشتغل إلا من داخل المنظومة الدولية والقوانين الدولية والشرعية الدولية، وتؤكد على ذلك في كل القضايا، كانت قضية الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت قضية غزة وغيرها من الصراعات في إفريقيا وفي الساحل. بالنسبة للخبر، صحيح أن الجانب الأوكراني قد تسرع في إبراز أو التعبير عن جملة فهمت خطأ حينما قال بأنه يرحب ويصفق للمبادرة الفرنسية ببعث مكونين عسكريين، وهذا الخبر كان سريعا. مكونين يعني مدربين صح؟ نعم، مدربين لا للعسكر بل للتكوين في المدارس التكوينية. هذا الكلام كان مبرمجا منذ شهر فبراير، شهر 2 في هذه السنة، في اللقاء الدولي الذي انعقد من أجل مساعدة ومساندة والتضامن مع أوكرانيا وبحث سبل مساعدتها من أجل صد الهجوم الروسي الذي يعتبره المنتظم الدولي بأنه هجوم غير عادل وأنه اغتصاب لدولة ذات سيادة، دولة لها حساسية جيوستراتيجية. معلش دكتور عبد الغني، هو ألا تخشى فرنسا من أن ما بين قوسين تتهور روسيا وتهاجم هذه القوات الفرنسية؟ المرة دي هتبقى قوات فرنسية رسمية، مش قوات فرنسية مستقلة زي الناس اللي كانت بتتطوع وتروح منها لنفسها دي، ويؤدي هذا لمواجهة عسكرية بين البلدين؟ لا توجد هناك لدى فرنسا أي نية في إرسال أي قوة عسكرية ولا حتى المدربين، هي في طاولة المفاوضات وتبقى فقط في دائرة المفاوضات، ليس هناك أي قرار. والأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحاكمة والمعارضة غير راضية على هذا الموقف، وقد سبق للجانب الأوكراني أن أعلن بأن فرنسا سترسل قوات، وكان ذلك الخبر خاطئا ولم يأتي من باريس ما يفيد بأنه خبرا مؤكدا، كما هو الحال في بالنسبة للخبر الذي ذكر ألكسندر سيلسك قائد القوات القائد الأعلى للقوات الأوكرانية عبر حسابي في التليجرام، والذي يرى أظن أن الجانب الفرنسي قد أكد للوزير الدفاع الأوكراني أنه عليه أن يلتزم بنوع من التريث والحكمة في مثل هذه الأخبار، لأن حقيقة تثير مخاوف اشتعال جبهة عسكرية أخرى لا نهاية لها، خاصة أن الأمر يتعلق بقوتين نوويتين، ومن الجانب الفرنسي لا يتعلق فقط الأمر بفرنسا كدولة بل بحلف الناتو. نعم. وبأوروبا. ما هو كمان دكتور عبد الغني، كمان تصاعدت التهديدات الروسية وبقى الكلام عن تهديد باستهداف مصالح فرنسية في أفريقيا والشرق الأوسط، يعني الأمور كانت تسير في اتجاه مزعج للغاية. الأمر لم ينتظر التصريحات الفرنسية والتصريحات الأوكرانية أو هذه الحرب النفسية، فهي من جانب من باب الحرب النفسية، والدكتور أستاذنا سمير غنيم سيؤكد بأن في الحرب لا توجد فقط هنا الأسلحة بل الحرب النفسية أيضا تلعب دورها، وهذا جانب من الحرب النفسية من الجانب الأوكراني لتقوية جبهته الداخلية ولإرسال بعض الإشارات لروسيا بأن أوكرانيا ليست وحيدة. المصالح الفرنسية
مهددة، بل وتم سحبها عنوة وبدون ضمير في الساحل وفي إفريقيا، وتم طردها بين مزدوجتين من الساحل، وتمت تعيين أو تشجيع القوى القريبة من روسيا في أفريقيا، واقتصاديا تم أخذ عدد مهم أو شطر مهم من المصالح الاقتصادية الفرنسية التي كانت تضمن لها عديد ثروات وعديد منابع لاقتصادها وعلاقات سياسية استراتيجية مع الدول الإفريقية ودول الساحل. إذن مصالح فرنسا تمت مهاجمتها بحرب أو بغير حرب. لماذا؟ لسبب بسيط، هو أن هناك صراع عالمي، وهناك تموقع جيوستراتيجي جديد، وهناك صراع أقطاب، وقد عادت الاتحاد السوفيتي بشكلها الجديد روسيا لتحيي القطب الشرقي، وتعود فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ككيان جيوسياسي ليؤكد أن هناك قطب آخر يتصارع مع الدول البريكس. إذن هناك صراع بين قطبين، وكل الأسلحة فيه ممكنة ومشروعة، لكن فرنسا لن تتهور ولن تتحرك بدون الاتحاد الأوروبي وبدون الناتو. طب سيادة اللواء، من الواضح كده ان روسيا بتشن حرب شاملة، يعني مش بس على الجبهة الأوكرانية، لا ده راحت زي ما حضرتك بتشوف أفريقيا والشرق الأوسط، وبتعمل لها مراكز جديدة زي ما بيقول إعادة تموقع، يعني كأنها بتاخد مواقع جديدة، كأنها بنلعب شطرنج وحد بيكسب أرض على حساب حد تاني. طب ده معناه ضمنا انه روسيا مش بتخسر الحرب كما بيحاول النيتو ان هو يصور الأمر، لا ده هي بتكسب في أماكن تانية وحتى في أوكرانيا. أولا خليني أؤكد على الكلام ده فيك الكريم، انه كان واضح ومحدد جدا في الموقف الفرنسي على الاقل من وجهه النظر الفرنسيه. وقبل ما ارد على حضرتك في الذهاب لافريقيا، ما الذي ستفعله فرنسا بالفعل او اعلنته وان صحح لي طبعا في الداخل الاوكراني؟ هم ثلاث انشطه رئيسيه: نشاط خاص بالتدريب على الاسلحه التي تقوم فرنسا بإمدادها للدولة الأوكرانية في حربها، وخاصة المدفعية وبعض الأسلحة الأخرى، والتدريب على الصيانة أيضا. الأمر الثاني تدريب الأفراد نفسهم، تأهيلهم، وهو تدريب على أعمال استخباراتية والأعمال الطبية علشان خاطر الخسائر ما تزيدش. ده في الطبي والاستخباراتي هام جدا لعنصر المعلومات الآن كمحور أساسي الجانب الأوكراني. أما البند الثالث وده مهم للغاية، تشكيل وحدات أوكرانية، يعني هدف عملياتي مش تدريب، يشكل يعني انا هرايح اشوف في التنظيم واستخدام القوات، احنا عندنا في التنظيم والتسليح، اشكل كتيبه، اشكل سريه، ان انا اخد بال حضرتك ان اعلى قياده في اوكرانيا هي اللواء. فحاليا في الوضع الحالي في القيادات اللي هي الوحدات المنوره والتشكيلات التي تقاتل المستوى التكتيكي حتى والتعبوي، فاذا لماذا اخد بال حضرتك من المساجين اللي تطوعوا وخبر عدد منهم هيشكلوا كتيبات زي كده ستورم زد، الروسيه ستورم زي هيبقى زيهم تقريبا، ده توقع الحقيقه. إنما المشكلة إيه بقى لما أتكلم من الجانب الآخر أسد فرنسي، وهرجع بقى الموضوع أفريقيا بسرعة. المشكلة في إن في الطبيعي إن أنا كروسيا أنا بحارب، وزي ما قال ضيف الكريم كل يستخدم كافة أسلحته، خاصة العامل النفسي سواء من الجانب الأوكراني والجانب الروسي، وكلاهما يفهم البعض بعضهم البعض كويس جدا. فهنا روسيا بتحاول تبين لا دي قوات جاية تحاربني، هذا غير صحيح. لكن بيدعم روسيا إيه؟ ثلاثة، وزير خارجية بولندا وتصريحاته اللي كان فيها شيء من العنف لما قال حتى أمريكا بلغت روسيا كذا كذا. الأمر الثاني رئيس وزراء أستونيا التي تدعو إلى تواجد أوروبي داخل أوكرانيا، ورئيس وزراء ليتوانيا في نفس الاتجاه، كل هذا يحفز، زائد تصريح بريطانيا داخل أفريقيا. داخل أفريقيا فرنسا بالتأكيد، يعني من خارج فرنسا أنا أتحدث الآن، ولو أنا يعني مستشار روسي في القوات الروسية هقول إيه؟ هي تسعى الانتقام مني كل السبل، لأن أنا أخرقتها من حضرتك عارف العناصر المشعة الموجودة في النيجر ومالي، وخسرت خسائر كبيرة للغاية، وتخسرها النفوذ الفرنسي، القيادة الفرنسية الآن بدل البريطانية في أوروبا أمامي. فإذا شاعرة دائما أن فرنسا تريد الانتقام منها وتجهز لذلك، وأفريقيا مسرح مهم لطردك منها. ده احنا كده محتاجين خريطة تانية اللي بيحصل في
منطقه افريقيا، وفيما يتعلق بانحصار النفوذ الفرنسي والتقدم الواضح للنفوذ الروسي. كل الشكر للسيد عبد الغني العيادي المستشار السياسي السابق في البرلمان الاوروبي من باريس، وطبعا كل الشكر لسياده اللواء الدكتور سيد غنيم ضيفنا الدائم في الاستوديو. اعزائي المشاهدين، بعد دقائق قليله هتلاقوا حضراتكم مع زملائي من قطاع الاخبار.